لقي العريف محمد إسماعيل الجيسي في قطاع المدفعية السعودية على الحدود لقي إشادات من عدد من قادة الألوية على الحدود نظير نجاحه المتواصل في أداء مهامه والتي تكمن في توجيه نيران المدفعية لتدمير قوات الخصم وتوجيه طيران القوات البرية لتدمير قوات الخصم، مما كان له الأثر الكبير في تدميرها من خلال توجيهه الدقيق. تمام. طبعا محمد إسماعيل هذا يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني شهدوا له 3 ألوية، هاي طيران القوات البريه والطيارين اللي يحلقون، لانه كان يساهم ويوجه الطيارات العموديه في الدود وفي قطاع جازان 2، وكذلك قائد لواء اللواء الثامن، وكذلك اللواء 18 وسلاح الحدود. واحنا نزمن ونقدر كل ما قمت فيه، ونبغى تستمر ان شاء الله تعالى في اصطياد وتسليم قوات العدو ان شاء الله لرماتنا، ان كان طيران وان كان وفقك الله. هذه شهادة شكر بس تعبير، ولكن إن شاء الله نقدر نقول إن شاء الله أننا نقدر نكرمك أكبر من كذا.